هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الجدارة، حاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، ونتحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. بدي أقول شغلة، وبدي أطلب منكم أنه تدعموني على الإنستغرام تبعي، راح تلاقوه بالدسكريبشن بوكس أو بصندوق الوصف. هناك بحط قراءات يومية، كذلك بحط أشياء عن الشاكرات، كذلك معلومات عن التاروت ومعلومات حتى عن الأحجار. أوكي، بداية يا برج الجدي، كأنه عم شوفك موقف عملك، موقف اكتيفيتي كنت عم تعملها، نشاطات عملية، نشاطات، أي نشاطات كنت بتعملها موقفها بالوقت الحالي، عم تنتظر، كأنه عم تنتظر حل أو عدالة ربانية. ممكن تكون علاقات وقفتها بالوقت الحالي وعم تنتظر هذه العدالة عشان تشوف شو رح يحصل. عم شوف في 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 أشياء عم تشيلها بقلبك يا برج الجدي، كأنه أنت شايل بقلبك تجاه إنسان أو تجاه موقف معين، كأنه في ناس تدخلت بحياتك يا برج الجدي وعكرت صفو حياتك. ممكن كذلك يكون في موقف من الأشياء، يعني ممكن يكون عمل، ممكن يكون كتير أمور تكون هي سبب رغبتك في العدل الرباني. أوكي، ممكن حتى انا عم شوف انه الحبيب بالوقت الحالي انتو بتزعلين مع بعض، ما بتحكوا مع بعض، عم شوف على انه في تكبر وفي رفعة كتير كبيرة، كأنه عم شوفه لهذا الانسان ما عم يعمل خطوة، عم شوف في كبر، عم شوف في رفعة كتير كبيرة. هذا الانسان ممكن متخاصمين مع بعض وهو متكبر ان يعود لإلك. اوكي، عم شوفك كذلك انت عم تعاني يا برج الجدي، عم تعاني نفسيا، عم تعاني فكريا، عم شوف على انه في اوقات بتجي ببالك افكار سلبية، وممكن اوقات بتفكر بهذا الانسان، بس ممكن داخليا عم تعاني يا برج الجدي. عم شوفه لهذا الانسان ممكن هو برم ظهره تجاهك، او خلص انتهيت بالنسبة له القصة، وعم شوفه يعني اهتماماته صارت غير، ممكن يكون غير العلاقة، وارد جدا ممكن يكون غير العلاقة، ممكن هو بعلاقة جديدة. عم شوف على انه هذه العلاقة الجديدة ممكن تجلب له سعادة احسن من العلاقة اللي كنت انت وياه فيها. عم شوف على انه هذا الانسان كمان بالوقت الحالي يهتم لكتير أمور، أمور تتعلق بصحته، أمور تتعلق بحياته المهنية. عم شوفه كتير يعني متألق وكتير سعيد، يعني على فكرة يعني سعيد جدا، بس أنت عم شوفك عم تعيش بدوامة من الكآبة ومن الصدمات ومن الطعنات، يعني كتير متألم يا برج الجدي. بس صراحة عم شوفه لهذا الإنسان ممكن هو خائن، يعني هذا الإنسان خائن، خانك وتعرفت على هذه الخيانة وألمتك كتير يا برج الجدي. عم شوفك مطعون يعني من وراء ظهرك، بتحس بآلام داخلية، لهيك عم تطلع لأنه أنت تنتظر العدالة الربانية تجاه هذا الشخص. عم شوفك كأنه هذا الإنسان تلاعب فيك، فرجاك وجه مش وجهه حقيقة، لأنه كمان هون بيقول لك أنه في شخص عم يعطيك يعني عم فرجيك الفولز ماسك، يعني القناع الخطأ، يعني كأنه هو مركب ماسك على وجهه وعم يعطيك وجه غير اللي هو وجهه أصلا. يعني هذا الإنسان في خداع، عم شوف في خداع كتير كبير، وهذا الإنسان عم يخادعك، وكأنه أنت انصدمت، لأنه عم شوف كمان عم تطلع لي the towers. يعني هذا الإنسان، يعني أنت كشخص تعرضت لصدمة ولطعنات من وراء ظهرك. مين عم شوفك على انه انت في يأس بالوقت الحالي، يأس جدا من العلاقات، يأس انه تبدأ حتى علاقات جديدة، كأنه انت ارتويت واكتفيت من العلاقات بسبب هذا الانسان المتلاعب. عم شوفك بالوقت الحالي كأنه عم تحاول تقوي حالك، كأنه عم تحاول تشد هممك وتحاول انه تعطي انرجي كتير بوزيتيف لحالك يا برج الجدي. عم شوف كذلك حتى انه بالوقت الحالي
او خطوته القادمه، ما راح يعمل خطوه. عم شوفك يعني لساتك مكسور القلب، لساتك مطعون القلب، لساتك عم تعاني داخليا، ممكن هذا الانسان لساته بيخون وما عم شوف حتى اصلا في رجعة. اوكي، ممكن بالوقت يعني بعد زمن طويل هذا الانسان يتخذ قرار على انه يرجع لك، وكذلك عم شوف على انه انت ممكن تنساه وتنسى هذه العلاقة، وعم شوف على انه ممكن تمضي في حياتك قدما وتهتم بحياتك وبتهتم بوضعك المادي. عم شوفك خلاص رح تنهي هذه العلاقة، ما عم شوف في امل، ما عم شوف في رجعة، عم شوف الانسان الاخر يهتم لحياته، كمان عم شوفه بشكل يظهر على انه هو الخائن، عم شوفه كذلك عنده كذا ورقي تحكي عن الخيانة. اوكي، عم شوف كذلك هي برج الجدي على انه ممكن انت كنت تتعامل مع برج الجدي كذلك، او برج الدلو وبرج الاسد، عم شوفك كذلك كنت تتعامل مع ابراج هوائية، ابراج ترابية وأبراج مائية، حتى هي عم تطلع بهذه القراءة. عم شوف كذلك يا برج الجدي بالنسبة للعزيب، عم شوف على أنه ممكن بالوقت الحالي ممكن تكون في علاقة جديدة بحياتك، بس ممكن هذا الإنسان اللي أنت رح تتعرف عليه ممكن يكون إنسان عنده علاقات ثلاثية، أو إنسان عنده يعني علاقات أخرى. ممكن هذا الإنسان بتحسه أنه جيد، إنسان ناجح مادياً، إنسان ناجح بكل المجالات عم تشوفه، وكذلك حتى ممكن يبين لك صورة أنه هو إنسان شاعر جداً، بس صراحة عم شوفه إنسان متلاعب كذلك، حتى هو ممكن يجلب لك ألم داخلي وجفاف عاطفي كتير كبير، ممكن تتألم من وراء هذه العلاقة إذا فتحت هذا الباب تجاه هذا الإنسان. أوكي، بالنسبة للعلاقات أو الحياة العامة يا برج الجدي، أوبس، ممكن بالوقت الحالي عم تهتم لعملك يا برج الجدي، نجاحك المادي، ممكن تعمل شراكة عملية مع شخص، ممكن شخص عم تحبه كذلك، أو أحد ارتحت معه، عم شوف في كيمستري ارتياح، عم شوف في طاقة الارتياح كتير عالية. إذا حتى أنت بدأت مثلا هذه الشراكة المادية، ممكن للبعض منكم يا برج الجدي ممكن يكون في زواج بحياتكم، وحتى عم شوف على أنه لبرج الجدي ممكن يكون علاقة جديدة، علاقة حب. أوكي، عم شوف على أنه بالوقت الحالي عندك مسؤوليات كتير كبيرة، ما عم تخليك تهتم كتير للعائلة، عندك ممكن مسؤوليات بالعمل، عم شوفك مبتعد شوي عن العائلة، عم شوفك أكتر عم تركز على علاقاتك وعم تفكر بالعلاقات الماضية، بس عم شوف في اللي أنا عم تطلع لي دسان، عم شوف في بدايات جديدة لإلك، عم شوف أنه الحياة ستشرق، بس حاول تنسى كل الألم الذي سببه هذا الإنسان لإلك. عم شوف حتى على أنه ممكن يكون في فتحة خير عليك يا برج الجدي، عم شوفك كأنه حددت اتجاهاتك، وعم شوفك انه تبدا ببدايات جديده، عم شوفك حتى انه انت يعني مقدم على كذا عمل، وعم شوف على انه الامور ممكن تكون على خير. اوكي، عم شوف في كتير سلبيه عم تفكر فيها برج الجدي، بس الجانب الترابي يطغى على القراءه، عم شوفك تبحث عن المال وعن جني المال يا برج الجدي. ممكن تكون عندك صراعات بالعمل، عندك تكون حتى ممكن تكون عندك صراعات داخلية عم تعيشها يا برج الجدي. ممكن عم شوفك تلتجئ إلى العزلة، تلتجئ إلى الروحانيات، تلتجئ إلى السفر، ممكن حتى تفكر أنه تسافر، أنه تغير عمل بمكان آخر غير البلد اللي أنت عم تعيش فيه. أوكي، عم شوف حتى على أنه في أوهام، في أفكار سلبية عم تجي ببالك، حتى في تفكير سلبي، ممكن البعض منكم يلجأ إلى تعاطي المخدرات أو تعاطي عقاقير. أوكي، عم شوف على أنه في ممكن اللجوء إلى الهروب من الواقعية، كأنه أنت تريد الابتعاد عن الواقعية، بس إذا عندك هذه الرغبة حاول تبتعد
بشكل صحي، مثلا الصلاة، العبادة، المديتيشن، التأمل، هيدي كلياتها عم تبعدك عن العالم الواقعي بس بشكل صحي أحسن من الأمور السلبية. أوكي، عم شوف طاقة السفر كذلك عم تظهر، ممكن حتى في اتصالات جديدة، عم شوف في كوميونيكيشن، في ممكن حتى في منصب عمل ممكن تترأسه بهذه الفترة أو عم تقدم عليه برج الجدي. عم شوفك يعني تنهج طريق نحو نجاحك المادي ونجاحك العملي برج الجدي. عم شوف على أنه بتحاول توازن بين كتير أمور وكتير أشياء جديدة بحياتك. أوكي، عم شوف على أنه بالوقت الحالي شوي من الطاقة السلبية عم تفكر فيها، بس عندك طاقة البحث عن العمل. خليك إيجابي لأن الطاقة تقول أنه سيكون في شيء ووعد جديد وطاقة جديدة. ممكن حتى أنا عم شوفك يا برج الجدي أنه في تحقيق لأحلامك، الأحلام ممكن تتحقق لإلك وممكن تكون في سعادة جميلة جدا لأصحاب برج الجدي. أنه ممكن يكون عندك أرق بالنوم، ممكن تكون حتى في عصبية بهذا الفترة. عم شوفك كذلك تبدأ بداية جديدة، عم شوف في طاقة البدايات وكأنه بهذه الفترة اللي قعدنا فيها خلتنا أنه نفكر بأمور عدة ونسترجع كذا شيء عشان نبدأ أشياء جديدة. أوكي، خلصنا على كتير أمور. عم شوف في بداية رزق، في بداية فتح، ممكن تفتح مشروع، ممكن تفتح علاقة جديدة، ممكن تفتح كتير أمور جديدة بحياتك. ممكن حتى أنه تفكر بالرجوع إلى الدراسة الجامعية. عم شوف على أنه ممكن تروح عند أطباء نفسيين إذا كنت عم تعاني من أفكار أو من أفكار شيطانية أو من أمور تتعلق بالكآبة والاكتئاب. ممكن تلجأ لتصحيح أمور كانت عالقة بذهنك أو بتفكيرك اللاواعي يا برج الجدي. عم شوفك عم يعني تجتهد لتحصل على نجاح كتير كبير. ممكن للبعض منكم يكون في شهرة، ينشهر بهذه الفترة أو يشتغل على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن عم تجلب له شهرة وممكن عم تجلب له حظ بهذا الفترة. إذا أنت كنت بتشتغل بكل ما يتعلق بالمجالات التكنولوجية أو تشتغل بكل ما هو يتعلق بالماركتينج أو التسويق، فممكن يكون بهذه الفترة لك حظ جيد بالنسبة لك. أوكي، عم شوف كذلك على أنه في فتحة خير، في نجاح عملي، في كذلك حتى بداية رزق جديد بالنسبة لك يا برج الجدي. عم شوف الطاقة جيدة بس ما تفكر بشيء من السلبية، حاول انه تحافظ على همتك وعلى طاقتك الإيجابية. بالنسبة لي حاول انه تهتم شوي بالنفسية اكثر. ما عم شوف امراض صحية ظاهرية بس عم شوف على انه النفسية هي التي تتعبك بهذه الفترة يا برج الجدي. ممكن تكون برج الثور كمان. الطاقات اللي عم تطلع معي هون هي برج الأسد والثور والجوزاء والميزان كذلك، عقرب، وفي أبراج الترابية، الأبراج الهوائية، بس ما عم تبين هون طاقة ماء. طاقة المائية ما حسها هون، بس مش يعني مش سبب انه تكون هاي هالقراءة مش لإلك. لازم تسمع القراءة لتشوفها اذا بتنطبق عليك او لا. انا عم شوفك يا صاحب القراءة التاني على انه كتير بدك زواج وما بدك علاقات عابرة. تسعى إلى الزواج بنسبة كبيرة. أي حدا بده علاقات عابرة وحب وغرام هيك ما بدك إياها، بدك بس الزواج. أنت ترفع راية الزواج. إذا في حدا بده يتزوجني مرحبا، إذا بدك علاقات عابرة وكلام فارغ أنا ما بدي هالعلاقة من أصله. أوكي، هيك عم تفكر هالإنسان. أوكي، لهيك أنت
مبين جدا على انه هيدا هدفك وهيدا هذا اللي بدك اياه. في بعض منكم كانوا متزوجين ويسعوا للرجوع لبعض، في بعض منكم لساتهم مو متزوجين وبس بدهم بس الزواج، بدهم العلاقة تبع الزواج الاستقرار مش أي علاقة تانية. أوكي، أما الشريك فهو بطاقة الـ Eight of Pentacles، كأنه شخص اهتمامته الأولوية هي العمل، يسعى إلى العمل بدرجة كبيرة. إيه هدفه بالحياة هو تحقيق ثروة والسعي إلى جني المال. هالإنسان اهتماماته مادية أكثر، إنسان عامل كاد، بحب العمل، بحب البزنس، يعني حياته كلياتها بزنس. مواصفاته الشكلية ممكن يكون حدا كبير بالعمر، منه صغير، حدا يعني عنده وضع مادي ميسور، هيك مبين كتير بهالقراءة انه حدا راكز، حدا كبير بالعمر، مش كبير يعني سنه كتير كبير، بس هو حدا كبير هيك بال عمرا كبير. اوكي، بس يعني شخصيته غير شكله. ممكن يبين لك انه انسان عمره كبير بس هو شخصيته جدا مرحة، شخصيته صغيرة بالعمر. تلاقي حدا بحب الفرح، بحب السعادة، بحب انه يقضي وقت مع العيلة، هيك شخص مبين صغير بالشخصية، ودائما بحب المرح وبحب السعادة وبحب الحب. هيك إنسان مبين أنه بحب الحب، يسعى إلى الحب دائما. بس يعني مواصفاته يعني الوضع المالي لهالإنسان. أوكي، هالإنسان وضعه المالي جدا مستقر. أوكي، عم شوفه جدا مستقر، بس هو حاليا عم يسعى الى الزواج، يسعى الى الزواج ويسعى الى الاستقرار والعلاقات، بده علاقة حب يعني تقول الى زواج. هالإنسان مبين هيك بس هو عامة او الوضع المالي جدا مستقر، ومبين يعني انه شخص جدا يعمل وبحب العمل جدا وبحب الوضع المالي يكون دائما يعني حلو. اما يعني اي وقت رح تلتقوا، ممكن تلتقوا بالصيف او ممكن تلتقوا بمكان فيه ناس كتيرة، فيه استعراض، ممكن تلتقوا عند مرة، ممكن تكون رايح كأنه معزومة عند شخص، وارد جدا تكون مرة هي اللي عزمتكم وتلتقوا مع بعض. أوكي، أو يكون كأنه زواج صالونات، حدا رح يكون هو يعني صلة الوصل بيناتكم، أنه يعرفكم مع بعض. أوكي، هل هو علاقة سابقة؟ هي تحتمل الاثنين. اوكي، هي تحتمل الاثنين لانه عم شوف في رسائل، ولانه الموت يعني الورقة الديت بتعني الموت والبداية جديدة، كأنه ممكن للبعض منكم بداية جديدة أو شخص جديد، أو ممكن تكون كأنه في علاقة، يعني كأنه خلص قلت أنه هالعلاقة مستحيل تبلشوا مع بعض وتكون كأنه ماتت وتبدأوا مع بعض. ليش بقى؟ لأنه عم شوف هالكارت في رسائل كأنه في تواصل، لهيك أنا حسيت أنه ممكن في حدا من علاقة قديمة رح تتواصلوا مع بعض، تحكوا مع بعض، ترجعوا العلاقة، وفي بعض منكم رح تكون بداية جديدة.
في دفول يعني حدا هي الاكسبيرينس الاولى بالحياة. اوكي تنطبق على الاثنين. كمان اذا نحكي عن كيف شو الدلالات اللي رح تحسوا فيها انه هيدا الانسان اللي بنحكي عنه ممكن تحس كأنه قلبك انقبض عليك. ممكن ما تحس بأول مرة لما تشوفه انه هيدا الشخص المناسب، لانه عم شوفه حدا كبير بالسن، منه صغير، منه شخص يعني عجوز. انا بحكي عن الانسان اللي ثلاثينات اربعينات، منه حدا شاب، بس حدا ناضج. اوكي ممكن انت ما تحبه باول مرة لما تحكي معه او ما تهتم فيه اكثر، بس مع الوقت رح اوكي باول مرة كأنه ما انك مرتاح له ومتحفظ جدا، بتحس حالك كأنه مش شايف طريق معه او محسس انه هيدا الشخص المناسب لإلك. يعني اول مرة بتحس هالاحساس اعرف انه هو الشخص اللي سيأتي بحياتك. اوكي مستقبل العلاقة، اوكي انا عم حسك يا صاحب القراءة التاني كأنه هالإنسان عم تنبش له على مشاكل، كأنه مستعد انه تبلش معه مشكل، وكأنه مو متقبل هالشخص. اوكي لهيك انت واقف وقفة لا تردوا، كأنه الشخص ما بدك إياه. بس للبعض منكم عم شوف زواج، لهالقراءة في زواج عم شوف تجاستس، هل إنسان هو الشخص العادل بحياتك؟ أوكي هو الإنسان اللي رح تستقر معه، عم شوف في استقرار أكثر مع الإنسان لأنه وضعه المادي حلو، إنسان مع أنه كبير بالسن حدا صغير بالروح وحدا جد عامل، حدا عنده بيزنس كتير يعني حلو بيدر عليه مال حلو كمان. اوكي هيك عم تطلع مع القراءة التانية، رح حاول انه اخذ نصيحة لألكم. بقول لك انه هالورا انه بالرغم من انه ما انك مقتنع بهالشخص، بس هيدا النور اللي راح او هيدا هو الانسان اللي راح يكون لصالحك. اوكي you know what to do, trust in our son and take up. بقول لك انت هلا عارف شو تعمل، ثق بحدسك وخود خطوه، كانه بقول لك انه لازم تعرف اذا هالانسان مناسب لإلك. اذا حسيته انه مناسب لإلك بالرغم من انه في اشياء تجعلك متردد للدخول مع الشخص بعلاقه، بس هو الانسان المناسب لإلك هيك مبين بالورق وبالنصايح كذلك. هيدا كل شيء بيطلع لك، بتمنى لك كل الخير والمسرات. ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.